الليلة وبذكرى الاستقلال اللبناني منعيد على شاشة الام تي في ساعة 8 ونسمع الاعلامي وليد عبود يلي رح يقدم لنا حلقة مميزة عن الاستقلال يلي هالحلقة يلي بترجعنا ل 43 طبعا لا مرحلة الاستقلال لا قصة البطولة تنسمع حكاية الاستقلال حلقة رح يمتزج فيها التاريخ مع الاغنيات الوطنية ورح تكون توثيق لهالمرحلة ان كان من قصة العلم الى رئاسة الجمهورية وصولا الى بناء المؤسسات وكمان اكيد بناء الجيش اللبناني. فاذا الموعد الليلي على الام تي في الساعه 8:30 مع وليد عبود. الحاكم اللي جاي تحفظ وطن وشعب وتحكي باسم الشعب. هالليله الام تي في تفتح كتاب التاريخ تسترجع ذكريات المجد وانتصار لبنان لتحكي حكايه الاستقلال مع وليد عبود مباشرة بعد الأخبار. إذا الليلة 8:30 نحن رح نحتفل بعيد الاستقلال بالرغم من كل شيء وأكثر من هيك رح نكون عم نسترجع كل التفاصيل والمراحل والنقط المفصلية بتاريخ استقلالنا. ضروري إنه نكون عم نحافظ على الهوية، ضروري إنه نكون بنعرفها كثير منيح مهما كانت الصعوبات والتحديات ومهما كان في عولمة ومهما كنا بدنا نكون وين ما كنا أكيد لبنانية، ولكن ضروري نعرف شو هو لبناننا، شو هي حدودنا ونقدر نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة. نحن رح نتابع لايف بعد شوي، رح نكون كمان مع الفرسان الأربعة يلي هن ما بعرف حتى باسمهم في رمز عنفوان وفي رمز كمان لا الوطنية ولا لبنان. إنما هلأ رح ننتقل عند ستيفاني بكوكينج. بونجور. بونجور. كمان كوكينج استقلال كاتيا. شو عندك اليوم؟ عم بتشوفي الصورة؟ مشان هيك مش عم عارف شو قصتك. اوكي دن. لا بدك تزيحي كنت ال او شعر لازم يزيح الارز شوي على النص. هلا بنظبطها هلا كنا عم نشتغل. اخذتها بس تفرجيكم اندبندنس داي كوكيز اليوم مع شيف شارل عزار وكمان عندنا ضيوف كثير مهضومين. هلا بعد شوي رح نكون معكم. اوكي بكوكينج يلا.